هذا هو جبل زنة خليفة، وكان فوقه يتواجد حصن زنة خليفة. السلام عليكم ورحمة الله. احنا طالعين لزنات خليفة، الحصن تاع زنات خليفة. وشوفوا هذا المضيق هنا كانوا يستعملوه، شوف بي كانوا يطلعوا الحصن تاع زنات خليفة، وها فين كان يد الصوالح ديالو. هذا هنا في هذا المكان كان يخبئ، يقولوا كان يخبئ الصوالح ديالو هنا. هنا كان حصن زنات خليفة، وكنلاحظوا بقايا الحائط او الجدار نتاع الحصن هذا من الجهة الشرقية، وكاين واحد الباقية تاع الحائط عاودة بالجهة الغربية، وهذا هو بقايا تاع الحائط هذه الجهة الغربية. شوفوا الحيط، والحيط راه كان، شوفوا العرض ديالو كي داير. شوف هنا هامط، ها جوج ثلاثة، ها هو بقايا تاع الحائط. البقايا تاع الحائط كنلاحظوا هنا بناء، هذا بناء هذا الحيط، هذا الجدار في هذه الجهه، وكان غادي، كان غادي هكذا وطالع معها. هو هذا راه حيط هذا، وغادي ديريكت غادي هكذا حتى لهنا، يعني ما كانش اللي يطلع منه. واتخذوا هذا الجبل حصن لانهم حصن طبيعيين، بعده جاي دايرين عليه الجرو. بقايا تاع الخزاف، شوف شنو كانوا يستعملوا هنا، وهذا بقايا تاع الحيط بحال حنا نقولوا الياجور. هذا المكان راه كل شيء كان زنات خليفة، كان حصن دائر محاط بهذه المنطقة، بهذا المكان كان حصن الزنات خليفة. ولكن من هو؟ لا ندري، ولكن الدليل الوحيد وهي البقايا، بقايا الحائط وبقايا الخزف، وهذا دليل على أن هذا المكان كان يعج بالسكان وكان مزدهرا بالساكنة. وهناك الكثير من بقايا الخزف في هذا المكان العالي، والذي اتخذته هذه القرية أو الساكنة كحصن وملجأ لها، مأمنا. وبجبال بني زناس أسرار ولا يريدون كشفها، نلتمس من الخبراء والمختصين بإعطاء معلومات مثل هذه. شوفوا شوفوا هنا، انظروا، هذا بقايا الخزف، والبقايا كثيرة في هذا المكان. يعني هذا المكان كان يعج بالسكان وكان ممتلئا عن آخره، لحقاش كان هذا الخزف يتواجدوا بزاف. لو كان ما كانوش بزاف يعني في دار وحدة، ولا نقول راه كان قليل، ولكن هذا بزاف الخزف بزاف، وكأنه كان سوق تاع، سوق تاع مهم، عباريق وكؤوس